انا اتساءل سؤالي فقط اتساءل هل هذا يدخل في اطار الاعراف واتساءل مره اخرى هل يعني السفارات يعني عاده تقوم ب يعني به وهل السفارات ديال فرنسا في مختلف دول العالم تقوم ب يعني ب يعني بمثل ما قامت به لا تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جاي